تمام توكل الله. دورة صحافة المواطن في تركيا يعني جدا من الدورات الرائعة. خلال اليومين اللي فاتوا تعلمنا كيفية إعداد المحتوى لرسالة المناصر اللي حيتضمنها الفيديو، والآن نشتغل على موضوع اللي هو إعداد الفيديوهات من خلال الهاتف المحمول، لأنه حيختصر علينا وقت واجد وحيختصر علينا جهد واجد، وإن شاء الله يعني هذا الشيء يبشرنا في المستقبل إنه حيكون لنا أعمال أكثر أهمية بإذن الله. لا، لازم تنسى.